الخطه. مزيدا من التفاصيل عن اجواء مباراه الامس، التحضير اليوم، الاجواء في جده بشكل عام، نروح لزميلنا احمد عصام الناقد الرياضي اللي موجود حاليا في المملكه العربيه السعوديه لمتابعه ورصد اخر الاخبار والترتيبات في كاس العالم للانديه. ابو حميد مساء الفل. ازيك يا محمد، اخبارك ايه واخبار كل فريق العمل؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الله يسلمك يا ابو حميد. اولا عايز اطمن منك على الاجواء في المملكه العربيه السعوديه بعد خساره الاهلي بالامس. النهارده في بالتاكيد مباراه للمان سيتي، يعني انت اكيد عايش الاجواء وموجود بالتاكيد في المركز الاعلامي وشايف كل التفاصيل هناك وردود الافعال كمان بعد مباراه الامس. احنا لسه واصلين اهو لحضور مباراه السيتي، لكن عايز اقول لك ان امبارح من بالليل يعني كان في يعني لا قدر الله حاجه كبيره قوي حصلت امبارح. الاجواء الناس كلها زعلانه، سواء البعثه الاعلاميه، سواء الجاليه المصريه اللي موجوده هنا او المقيمين، سواء الجمهور اللي كان مسافر وجاي يحضر. الحقيقه يعني امبارح كان رغم حاله التفاؤل الكبيره اللي كانت موجوده قبل ضربه البدايه والثقه الكبيره اللي كانت عند كل هنا، مش هقول جماهير بس، لا جماهير واعلاميين وحتى لعيبه النادي الاهلي كان عندهم ثقه كبيره جدا قبل المباراه. لكن اللي حصل في المباراه واللي شفناه للاسف يعني كان عكس كل التوقعات، لكن الحمد لله يعني جت سليمه. طيب عايز اعرف منك يعني التفاعل الاعلاميين والصحفيين اللي موجودين في البطوله، وفي صحفيين كتير من اوروبا ومن امريكا اللاتينيه وصلوا في ال 48 ساعه الماضيه، ردود الافعال ايه يا احمد على نتيجه مباراه الامس؟ وهل في تعليقات على حكم المباراه اللي ادار مباراه الامس ايضا؟ لا، هم الحقيقه التعليقات ما كانتش على التحكيم او على اي حاجه اكتر من النادي الاهلي. هم شايفين ان النادي الاهلي يعني بحكم متابعتهم للبطوله مش شرط يكون مع فلومينينسي في النسخ اللي فاتت، شايفين ان في تطور كبير في اداء النادي الاهلي، والنادي الاهلي متواجد بصفه دايما، لكن شايفين ان امبارح النادي الاهلي في الشوط الاول كان بالفعل احسن من فلومينينسي، وكان ممكن يكون طرف في المباراه النهائيه لولا ان يعني الحظ كان بعيد شويه. يعني هم كانوا بيتكلموا بيقولوا ان الشوط الاول لو الحظ كان معاكم، انت عارف دردشه بقى بين بعد المباراه مع الزملاء الاعلاميين اللي من البرازيل اللي كانوا موجودين، قالوا ان لولا الحظ خدم فلومينينسي في بدايه الشوط الاول كان زمان النادي الاهلي هو اللي متاهل ومتواجد في المباراه النهائيه. طيب الجاليه المصريه، يعني متواجد انت في جده واكيد بعد المباراه شفت عدد كبير من الجاليه المصريه، الناس هترجع وتسافر تاني تحضر الماتش يوم الجمعه في جده، خاصه ان المباراه يوم الجمعه هتكون مختلفه عن اجواء مباراه الامس. امبارح كان في صعوبات شويه، الناس كلها في العمل ومعظم الجاليه بتيجي من مدن مختلفه في المملكه، فالجزئيه دي برضه رصدتها ازاي يا ابو حميد؟ يعني شفت ازاي الجزئيه دي مع الجاليه المصريه وعدد الجماهير اللي بالتاكيد عايز يحضر كل مباريات الاهلي؟ هو انا عايز اقول لك ان امبارح حتى مع وجود يوم عمل في وسط الاسبوع، كمان كان يوم الاحد عندهم كان يوم راحه اضافيه، هم عندهم الاجازه الصيفيه بيقولوا عليها، مش عارف الصيفيه تقريبا بيقولوا عليها، دي كانت بتبقى 3 شهور هم قللوها خلوها شهرين، وبقوا بيدوا يوم كل كام اسبوع كده يبدو يوم حد اجازه، فالحد اللي فات ده كان اجازه والاثنين كان بدايه العمل بالزبط. لكن مع ذلك كان في اقبال كبير جدا على شراء التذاكر، وكل ما بنروح في حته سواء مصريين مقيمين او سواء حتى سعوديين كانوا بيبقوا عايزين تذاكر لحضور المباراه. امبارح بقى كان جمهور الاتحاد يعني استغل فرصه ان النادي الاهلي بقى خسر و قلبوا علينا الطاوله. امبارح كان في احتفالات كبيره جدا من جمهور الاتحاد، بس برضه يعني خلينا نتفق ان هي كلها في اطار الهزار ودم خفيف يعني مش اكتر من كده. يعني الحقيقه الاجواء كانت جميله، احنا حتى كنا بنهزر معاهم امبارح واحنا راجعين لمكان الاقامه من الملعب، ركبنا مع واحد من الاشقاء السعوديين قال لنا ايه ده انتوا باصين؟ لا مش هركب ونزلوا. كانت يعني اجواء هزار كلها في كل مكان بقى، كل ما نروح في حته كده انتوا باصين؟ لا مش هنعمل، ونقعد نهزر ونضحك. لكن الحمد لله يعني لحد دلوقتي الاجواء كلها مثاليه رغم خساره النادي الاهلي، حتى جمهور النادي الاهلي امبارح اللي كان خارج زعلان. يعني الماتش الاولاني كنا خارجين كجمهور وكاعلاميين وكمقيمين، كل الناس هنا كانت بتحتفل. امبارح الناس كانت خارجه زعلانه، والحمد لله برضو ما نقدرش نقول ان كان في اي ملاحظه او اي خروج عن النص من اي فرد. اكيد حضرت المؤتمر الصحفي لبيب جوارديولا في المان سيتي؟ طبعا دي فرصه العمر. التعليقات وفي ظل ان امبارح كانت في تصريحات مهمه جدا اتكلم فيها جوارديولا عن النادي الاهلي يا احمد. الحقيقه يعني جوارديولا خليني اقول لحضرتك ان يعني الراجل هو يعني
حط من عنده شويه ملح وفلفل وبهارات على الكلام. هو كان بيتسال بشكل عادي ايه رايك في الفرق اللي موجوده وهل كلهم عندهم فرص، بس اللي كان بيسال كان من مصر، فقال له انا من مصر. هو سمع من مصر دي وراح من نفسه راح رايح على النادي الاهلي وقعد يتكلم وافرض مساحات كبيره بيتكلم فيها عن النادي الاهلي. قال انا كنت موجود في الصيف اللي فات في مصر، وقال الحقيقه النادي الاهلي كل لما اروح في حته كان الناس بتوقفني وتكلمنا عن النادي الاهلي. انا عارف ان الاهلي جماهيريته كبيره جدا وشعبيته، حتى لما اتفرجت على مباراه اتحاد جده الاولى المفروض ان ده مش ملعبه وان دي مش بلده، لكن لاحظت برضو الاهتمام والحضور والشعبيه الكبيره جدا للنادي الاهلي. اتكلم قال ان النادي الاهلي هو يعرفه من قبل ما يجي كاس العالم، وشايف ان هو واحد وان لم يكن افضل الفرق العربيه اللي موجوده على الساحه دلوقتي. وكان طبعا الكلام ده كان قبل مباراه فلومينينسي، كان قايل ان كل الناس عندها حظوظ متساويه للفوز بالبطوله بما فيهم النادي الاهلي، لكن للاسف بقى النادي الاهلي خسر دلوقتي. طيب وانت دلوقتي في الملعب وبتشوف، هتشوف بعد شويه ان شاء الله يعني بعد حوالي ساعتين كده مباراه المان سيتي مع اراوا بطل اليابان، الحضور الجماهيري بالنسبه للمان سيتي، انت عارف المان سيتي يعني بيلعب في المملكه العربيه السعوديه، فده حدث كبير جدا. هل في حضور جماهيري واضح قدامك في استاد مدينه الملك عبد الله الرياضيه، ولا الامر مختلف؟ لان الاهلي اكيد ايا كان المنافس بتاعه الاهلي بيبقى اكتر شعبيه، فالحضور في مباراه الاهلي اكتر. لا هو لسه لحد دلوقتي ما وضحتش المعالم. الملعب ان شاء الله هيفتح للجماهير الساعه 7 بتوقيتنا هنا، يعني كمان نقدر نقول ساعه الا ثلث لسه بالزبط. بس في الشارع وفي كل حته لا، جمهور المان سيتي يعني مانشستر سيتي عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا في الوطن العربي كله مش في الامارات بس، كمان هنا في السعوديه في مجموعه كبيره جدا بيشجعوا مانشستر سيتي كفريقهم رقم واحد في اوروبا. فاعتقد ان النهارده هتكون فرصه يعني الناس كلها تيجي وتحضر، لكن كاعداد لسه مش واضحه لحد دلوقتي. في بقى بلوت تويست بقى كل الناس بتفكر فيه دلوقتي، ان مانشستر سيتي يخسر النهارده في لعبه النادي الاهلي على المركز الثاني. هيبقى مباراه الثالث والرابع اهم من المباراه النهائيه. خلاص بقى مش حدش يحضر النهائي. يمكن يحصل مفاجاه يمكن. ابو حميد انا بشكرك، انا بشكرك وكل التوفيق يا رب لكل الزملاء في المملكه العربيه السعوديه في تخطيط بطوله كاس العالم للانديه. دي كانت اجواء كده سريعه عن ردود الافعال واجواء اليوم خاصه قبل مباراه المان سيتي.